سنسلط الضوء إذن على هذا الاجتماع الذي كما أشار وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أن هناك قرارا قال إنه سيكون قويا حسب تعبيره في أعقاب هذه الاجتماعات. الاجتماعات سبقت بجلسة مغلقة لوزراء الخارجية العرب وانتهى منها هذا القدر الذي كان معلنا لوسائل الإعلام، وسيعقب ذلك جلسة مغلقة لوزراء الخارجية العرب يعقبها من بعد ذلك مؤتمر صحفي ربما يتم فيه الإعلان، ليس عن بيان كما قال وزير الخارجية البحريني وإنما عن قرار يتم تدارسه في هذه الأثناء. السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. سعادة السفير، إن كنت قد تابعت الجانب الأكبر أو الجانب الأهم في كلمات وزراء الخارجية العرب، ما الذي استوقفك في كلماتهم؟ الحقيقة أنا تابعت كثير من هذه الكلمات، وبالتأكيد أن الكلمة المصرية التي ألقاها وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري كانت واضحة تماما، ليس فقط من حيث التعبير الدقيق إنما أيضا لشمولها على العناصر التي وصفت الحالة التركية وآثارها حاليا ومستقبلا على دول المنطقة. وأعتقد أن هذا الوضوح بالغ الأهمية من زوايا كثيرة. العدوان الذي لم يختلف أحد على وصفه بهذا الشكل، ربما قلة قليلة، إنما أعود فأقول هذا العدوان في حقيقة الأمر كان كاشفا وسوف يظل كاشفا عندما نقرأه قراءة سياسية دقيقة، ليس فقط لعناصر الموقف القائم إنما للأخطار التي تتهدد المنطقة كلها. هذه العناصر التي تتمثل أولا في الضعف الذي تمر به المنطقة العربية بصفة عامة، الغياب السوري عن المشهد والانقسامات الحادة. الأمر الثالث التنافس الإقليمي الحاد والمطامع متمثلة في تركيا وليس بعيدا عنها إيران في مناطق أخرى. الموقف الدولي الذي يسعى إلى مصالحه بصورة حولت دولة عربية إلى ساحة فضاء متاحة ومباحة لكل من يسعى إلى تحقيق مصلحة ما. إذن هذا الاجتماع بكلماته التي انقضت والتي تم التعبير فيها بالتأكيد ينبغي أن تضع هذا في الاعتبار. أشير في هذا الصدد استطرادا إلى أن كلمة سامح شكري عندما نضم عناصرها ينبغي أن تستلفت النظر إلى الأمور الآتية. الخطر الآني الذي عنوانه الذي لا خلاف عليه هو العدوان أو الغزو كما سماها أحمد أبو الغيط. الأمر الثاني أن هذه المرحلة هي في الواقع ليست مرحلة تنفصل عن رؤى الدول المعتدية بالنسبة لمستقبل المنطقة، سواء بالنسبة لتقسيمها أو اكتزاء أرجاء منها أو إعادة رسم الخريطة التي طالما يتردد الحديث عنها كثيرا في المراحل القادمة. ومن ثم أهمية التعاون وحضرتك من استعرض هذه النقاط. هناك حديث، الحديث الذي استعرضته حضرتك أو كنت تختتم به هذه العبارة من فكرة مخططات التقسيم أو حجم الفاعلية للدول التي تنخرط في الأزمة السورية، تقريبا على مدى السنتين أو الثلاث سنوات الماضية لم يعد هناك دولة عربية فاعلة، حتى الدول العربية التي كانت تنخرط في هذه الأزمة وربما كانت أدوارها يحاط حولها بعض علامات الاستفهام تخلت عن هذا الدور وتراجعت، لكن ليس هناك دولة عربية ذات ثقل في هذه الأزمة. أستاذ أحمد، يعني أوافقك ونحن لا نختلف في القراءة بصفة عامة من حيث وضع الضعف الذي تتعرض له المنطقة، إنما أشير أيضا اتصالا بذلك إلى أن هذه مسؤولية مضاعفة من حيث الوعي ونشره بطريقة مناسبة. وأتمنى أن يكون هذا الاجتماع الذي لا أريد أن أبالغ أو أنتقص من أي أثر له، أريد أن أعود فأقول إنه علامة من زاوية أن على الجميع أن يتنبه وأن يحاذر من مخاطر يتعرض لها، ولا يظن بحال من الأحوال أنها أو أنه بعيد عنها. هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا كان الأمر كذلك وكان الجميع معرضا للعدوان فعلى الكل أن يتحمل هذه المسؤولية وبهذا الوعي، ومن يتخلون على ذلك سوف يعانون في المرحلة القادمة. الأمر الثالث أنه حفاظا
على ليس فقط الحقوق المشتركة وحفاظا على استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، ينبغي أن تكون هناك على الأقل مجموعة فاعلة تمثل في تقدير ما يمكن أن نطلق عليه قاطرة تستطيع ألا يتوقف العمل عند حدود متواضعة، وتسعى جاهدة لأن تكتل موقفا مؤثرا في قرارات. لكن سعادة السفير، الفعالية هذه سوريا لا تنشد ولا تطلب، يعني لن تذهب مجموعة الدول العربية التي قد تشكل القاطرة كما وصفتها حضرتك لتطلب من اللاعبين الدوليين أن يمنحوهم بطاقات الفعالية، لكن بممارسات على الأرض، هل هناك ممارسات عربية على الأرض تقول إن دولا عربية ربما تكون ذات فعالية في الملف السوري؟ حتى الآن لم نلمس ذلك. أما ردا على الملاحظة التي أبديتموها حول الدول القاطرة وما تستطيع أن تفعله، أعتقد أن هناك اثنين سيناريو. الأول أن تكون غائبة تماما، وهذا موقف أعتقد أنه غير مناسب لا من حيث المبدأ ولا من حيث مصالح هذه الدول ذاتها. الأمر الثاني أن يتعين عليها في ظل هذه القراءة الشاملة أن تستمر في مساعيها في محاولة على الأقل لتحسين الأوضاع بقدر ما تسمح به الظروف، دعني أقول ذلك. فهذا أفضل من غياب كامل وفضاء كامل للمنطقة تتلاعب فيه أطراف إقليمية وأطراف دولية كما تشاء. الحكومة السورية إلى أي مدى يمكن أن تكون مسؤولة عن غياب الفاعلية العربية على الساحة السورية، لأن الفاعلين من حلفاء الحكومة السورية ليس فيهم دولة عربية، أو على الأقل هناك الحكومة اللبنانية ممثلة في الرئيس ميشيل عون ووزير الخارجية السيد جبران باسيل اتساقا مع خارطة التحالفات الداخلية اللبنانية، إلى أي مدى يمكن أن تسأل الحكومة السورية عن غياب فاعلية عربية في الداخل السوري؟ بالتأكيد أن هناك مسؤولية تتحملها هذه الحكومة، وساعد عليها حتى نكون موضوعيين ومنصفين أيضا الغياب الفعلي عن الساحة العربية، ثم القذائف المتوالية التي تتالت ضد هذه الحكومة في أشكال مختلفة. وأتفهم تماما ولا أنتقص من المصاعب ومن الكوارث ومن المآسي التي تعرض لها الشعب السوري منذ فترة ليست بالقليلة، وخاصة في البدايات منذ 8 سنوات أو حوالي، وأن هذا في حد ذاته لا شك أفرز ردود فعل كان من آثاره الغياب السوري. إنما نعود فنقول كما أن هناك دعوة عامة لتدارك الموقف، أتمنى أن تتدارك سوريا الموقف بنفس الشكل. عليها أن تحاول أن تلملم الأمور. الأمر الثاني أن تؤكد مدى استقلاليتها وحرصها على وحدة أراضيها وسلامة هذا الوطن. الأمر الثالث رغم الخلافات القائمة والخلفيات المعروفة خاصة في الشمال الشرقي لسوريا، أتحدث هنا عن المكون الكردي، نعم، عن علاقته بالدولة السورية، عن المراحل التي مر بها الأخذ والرد هنا وهناك. هذه مرحلة يتعين أن تتجاوز هذا الأمر إلى قيام موقف عام هو في صالح الجميع. لكن هذه مسألة سعادة السفير أيضا تبدو محورية، تبدو محورية تماما في الحديث ولا يمكن القفز عليها أو المرور دونها بشكل عابر. الحكومة السورية لديها موقف معلن من الفصائل الكردية، والسيدة بثينة شعبان قالت قبل ذلك أن الفصائل الكردية التي تقاتل في مناطق شرق الفرات ستتعامل معها الحكومة السورية كما تتعامل مع داعش سواء بسواء. حتى العملية العسكرية أو العدوان التركي الذي يجري في هذه المناطق لا يبدو أنه مستهجن بقدر كبير من الحكومة السورية، حتى وإن كانت تعترض على أداء النظام التركي. الحكومة السورية في حقيقة الأمر عندما تتخذ هذا الموقف تضعف من الموقف الكلي الذي تتعرض له سوريا، ومن التطور الإيجابي الذي يتحرك في صالح المشاركة السورية الفعالة وأن تكون عنصرا مناسبا. هنا مرة أخرى
تسوية هذه الأمور تستدعي حكمة سياسية، ليس هذا وقتا للمزايدة. أما وسيلة تحقيق ذلك أنا لا أقلل من صعابها، إنما لعل هناك موقفا يمكن أن تعاون فيه الدول العربية لدفع الأمور إلى مسار يحدد الأسبقيات، وهي في هذه المرحلة إيقاف الغزو التركي بصورة واضحة، ثم الانتقال إلى ما يلي ذلك من قضايا يتعين مواجهتها، حتى نكون واقعيين كما تفضلت في إشارتك. سعادة السفير، عندما يقول أحد الوزراء الحاضرين ممن تابعنا كلماتهم إننا لسنا هنا لإدانة تركيا ولكننا هنا لتأييد سوريا، أهذا اختلاف حقيقي في مضمون الأولويات التي يتعامل العرب على أساسها، ولا هذه قد تبدو ملاحظة شكلية لا يتعين الوقوف عندها كثيرا؟ هي عدم توفيق في التعبير عن الموقف. بالتأكيد قضية تأييد سوريا قضية عامة، نستطيع أن نقول ونحن نتحدث الآن أن الشعب الألماني والشعب الفرنسي وشعوب من خارج المنطقة تؤيد الشعب السوري كما هو معلوم وتدين. هو بإشارة حضرتك يعني لا بأس أيضا أن نشير إلى ما نتابعه الآن سعادة السفير بعد إذن حضرتك في أقصى يمين الشاشة في الجزء الذي كان باديا قبل لحظات لتظاهرة في ألمانيا لإدانة العملية العسكرية التركية، لكن اللقطة التي نتابعها الآن كانت لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، والذي إليه كانت الكلمة التي قال إننا لسنا هنا لإدانة تركيا بقدر ما نحن هنا لدعم سوريا. أعود مجددا إلى السفير نبيل بدر، تفضل سعادة السفير. أعتقد أنه عدم توفيق في التعبير، لأنه في مواقف معينة، وأعتقد أنه لصالح لبنان ذاته ليس مفيدا يعني اللعب على أوطار كلمات أو أسبقيات معينة. الموقف لا يحتمل ذلك. نحن إزاء غزو صريح، نحن إزاء عدوان على دولة عربية جارة وشقيقة، نحن إزاء عدوان يعرض الأمن والسلم للخطر حسب ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق المعروفة. إذا كانت هناك أي ملاحظات ترد بالإضافة إلى ذلك فيمكن إيرادها. وعلى سبيل المثال أن إدانة هذا الغزو والعدوان وأسلوبه وما تم فيه حتى الآن هو الأسبقية المؤكدة التي لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون عليها خلاف. أما قضية تركيا وتخفيف العبارات فهي أعتقد لن تحقق أثرا ولن تنتج نتيجة ولن تنال بالتأكيد ما يتصوره قائلها من تأثير. اللاعبان الأساسيان اللذان ينسب إليهما الشغب الأكبر في المنطقة العربية لاعبان إقليميان هما تركيا وإيران على حد سواء، وكلتا الدولتين لديهما شبكة علاقات ممتدة مع عدد لا بأس به من الدول العربية، والأمين العام حتى السيد أحمد أبو الغيط قال في وقت سابق إنه يتأذى من معارضات مستمرة لإدانات لتدخلات إيرانية وتركية على حد سواء. إلى أي مدى في الحالة التركية أثرت شبكة التفاعل بينها وبين دول عربية في خلق هذا الإجماع العربي الذي لا يبدو أنه قريب؟ يعني أنا أعتقد أن الفترة القادمة سوف تكون كاشفة يا أستاذ أحمد. أنا قلت هذا في البداية، نحن بإزاء موقف إذا وضعت الخريطة ووضعت ردود الفعل ووضعت المواقف الإقليمية والدولية، لعل إذا كان هناك خير، إذا صح أن هناك خير من وراء كل هذه التجربة، أستطيع أن أقول إنها درس للجميع، بمعنى أن لكل دارس جاد تهمه مصلحة بلده ومصلحة المنطقة أن يدرس هذه الأمور بعناية كافية. دولة تتعرض للعدوان، السكوت على العدوان، اتخاذ مواقف غير حاسمة أو مائعة. طبعا بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، بالنسبة المواقف بالنسبة لهذه التطورات، سوف تكون الفترة القادمة واضحة وكاشفة في هذا الشأن. ومرة أخرى كاشفة فيما يتعلق أنها ستعري مواقف البعض، ولا كاشفة في أنها ربما تغير أمورا على الأرض بالتبعية لذلك؟ أعتقد أنها سوف تكون كاشفة بأنها ستزيد من توضيح الصورة وتسليط الضوء على تناقضات. هناك قواعد تركية في المنطقة كما هو معلوم، هناك محاولات للتسلل
والخروج حتى خارج النطاق العربي، بمعنى أن المساعي التركية على سبيل المثال للتمدد في البحر الأحمر في فترة من الفترات في سواكن، في الفترة الحالية معروف في الصومال هناك قاعدة، إلى غير ذلك من محاولات هي كاشفة وفاضحة أيضا، من حيث من يتصورون أن قضية الغزو كما تدعي تركيا هي قضية محاربة الإرهاب أو الفصائل فقط، لا، هذا البعد لا ينبغي إسقاطه مع هذه الملاحظات. هذا البعد يساوي أن هناك طبعا أهداف عاجلة تسعى تركيا إلى تحقيقها على النحو الذي أشرنا عليه، وهناك أهداف آجلة تتعلق بطموحات تركية سواء كانت سياسية، استرجاعا للماضي، استعادة أو ترديدا لأيديولوجيات لكن تتاجر بالدين على النحو المعروف. نعم، في الجزئية وتستخدم الوسائل المعروفة هذه في الجزئية التي الحالية في الجزئية التي تمس العملية العسكرية، العملية العسكرية التركية الأخيرة، المعركة الحالية ممتدة وسوف تأخذ وقتا، الأسبقية حالية هي في إيقاف العدوان وفي إنقاذ سوريا وفي لملمة القدرة العربية بقدر الإمكان يمكن أن تكون عنصرا ينظر إليه في حسابات الموقف. الأمر الثاني عدم استبعادي ما ذكرته عن الطموحات التركية في الحسابات.